في يعني قبيل الحلقة بدقائق ورد خبر عاجل أن هناك اشتباكات في وادي حوران، يعني إمكانية عودة داعش متاحة أستاذ مشعان بناء على هذه المعطيات؟ أنا سمعت كل ما قلته من التاسعة وإلى الآن. أنا من الأشخاص الذين تكرر تحذيرهم في الأيام القليلة الماضية من إمكانية ظهور يعني نسخة رابعة من مشروع محاولة إقامة الدولة السنية في غرب العراق، وإذا استمرت أو استمر النهج القائم من الحكومات المحلية وتجاهل الحكومة الاتحادية وتجاوزات الأجهزة الأمنية وعناصر المنتسبة للحشد أو التي تزعم انتسابها للحشد بما تفعل حاليا في هذه المناطق، فإن نسخة رابعة حتمية ستظهر، ولكن هذه النسخة هذه المرة ربما تكون فرص نجاحها أكبر بكثير من النسخ الثلاث الماضية، لأنها ربما لن ترتكب ذات الأخطاء التي ارتكبت في الماضي. حتى نجيها قل عني أستاذ مشعل إن نسخة رابعة من الدولة الإسلامية أو الدولة من محاولة إقامة الدولة في المناطق الغربية ستظهر حتما، بس بالغربية إذا ما استمر الوضع على المنطقة الغربية، وخليني أقول شمال بغداد، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وربما حتى تتمكن النسخة الرابعة من أن تحكم قبضتها على كل العراق. طيب فقط